السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي الأعزاء، مرحبا بكم في حصة جديدة مع درس في مكون النصوص والمعنون بالخطاب الصحفي والذي يدخل ضمن المجزوء الأولى من المقرر الدراسي، يحمل عنوان المرأة العربية والإعلام، وهو درس موجه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم جميع الشعب. بداية سنتوقف عند مفهوم الخطاب الصحفي. يفيد الخطاب لغة تبادل الكلام والتواصل مع الآخر، أما اصطلاحا فيفيد الممارسة اللغوية الناتجة عن ظروف خاصة بغية صياغة أطروحة ما والتأثير بها على المخاطب. والخطاب الصحفي فن مع الجمهور وإقناعه بمواقف وآراء عبر معلومات معروضة في قنوات الصحافة المسموعة والمكتوبة والمنظورة، ويتخذ أنماطا وأساليب متعددة تبعا لنوع الخطاب الصحفي ومواقفه الرسمي، حزبي، مقال، تحقيق، تقرير، تعليق إلى غير ذلك. يرتبط الخطاب الصحفي ارتباطا كليا بالمعلومة والواقع الحي واللحظة الحاضرة، ويمتح من لغة الخطاب اليومي سهولتها وألفتها ومن النثر الفني عذوبته ومنطقه، وتتوسل لغة الإعلام بأدوات تعبيرية وفنية تراعي مستلزمات التنوع ومتطلبات الرسالة الإعلامية، المتكئة على إشارات منطوقة أو مكتوبة أو مصورة أو مرسومة تمرر إلى الجمهور بما يلائم طبيعة الأحداث المعالجة وسياقات الإرسال والتلقي. إذا ننتقل إلى خصائص الخطاب الصحفي. الخطاب الصحفي والصحافة أو ما يطلق عليه أيضا بالسلطة الرابعة لها دور كبير في توعية وتوجيه الأمة عن طريق الإقناع والاستمالة، والصحفي هو الرجل الذي ينقل الخبر أو الخطاب الصحفي، وذلك وفق تقنيات وشروط يمكن إيجازها فيما يلي: أنه خطاب حجاجي يسعى لجذب المخاطب ووضعه في قلب الحدث، الاعتماد على الإثارة الشكلية أي الشكل الهندسي في الخطاب الصحفي المكتوب بشكل خاص، العنوان الملخص لفكرة الخبر والمكتوب بخط بارز ومكانه ومساحته في الصحيفة وحجمه ولونه، عرض المصادر الرسمية وغير الرسمية لكسب الثقة وتوخي الأمانة والمصداقية في نقل الخبر وغلبة الضمير الغائب في كتابة النص الصحفي. عرض الخبر والمعلومة الجديدة وفق تنظيم منسق يجذب القارئ، ووضع الفكرة بشكل كامل أمامه، وذلك من خلال البدء بالأهم ثم الأقل أهمية فالأقل،
غاية الخطاب أي الخطاب الصحفي هو إقناع الناس مما يجبر الكاتب على الابتعاد عن استخدام الأساليب الإنشائية، استخدام لغة تقريرية مباشرة تحتوي على المفردات المستخدمة بين الناس حتى يتمكنوا من فهمها بشكل سريع بعيداً عن الصور البلاغية. صياغة الخطاب بأسلوب حجاجي اعتماداً أو اعتماد أساليب الإقناع والبرهنة إضافة إلى الحجج المتنوعة، تضمين الخطاب الدلائل والبراهين التي تقنع المخاطب بالفكر وبالتالي تحقيق الغاية من الخطاب، استخدام أساليب لغوية في كتابة الخطاب مثل التوكيد والنفي والاستدراك والاستفهام، استخدام لغة الأرقام والغرض منها الدقة والتهويل وتقديم المهم. مراعاة الشروط الأخلاقية والمهنية التي تفرض على الكاتب الصحفي التحلي بالأمانة والدقة والمسؤولية في عرض الخبر، الإكثار من الجمل الخبرية في الخطاب وتجنب الجمل الإنشائية، وذلك بسبب طبيعة الخطاب والمواضيع التي يتناولها، مراعاة تنسيق الجمل والعبارات وصياغتها بشكل سلس وصحيح، تقسيم الخطاب إلى فقرات حتى يريح نظر القارئ ولا يشعر بثقل الخطاب وزخامة الموضوع وبالتالي التحفيز على قراءته. لماذا يسمى الخطاب الصحفي بالسلطة الرابعة؟ نعم، آية تفضلي. أستاذي، يمكن لأنه يتحكم في وعي الناس. يتحكم أو يوجه. يوجه وعي الناس نحو فكرة معينة. ياسمين تفضلي. لأنه يساهم في تشكيل مفهوم أو تشكيل الرأي العام. نعم، وما المقصود بالرأي العام؟ يعني الرأي لدى عامة الشعب. عامة الشعب أو الجمهور الواسع. نعم. نعم، شكرا. إذن الخطاب الصحفي الصحافة أو ما يسمى أيضا بالسلطة الرابعة، يسمى أيضا بالسلطة الرابعة لأن لدينا ثلاث سلطات أخرى، من يذكرنا بها؟ نعم ياسمين. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. صحيح صحيح. إذن لدينا في الأساس في كل دولة ثلاث سلطات أساسية، هي السلطة التشريعية ثم السلطة القضائية ثم السلطة التنفيذية. فإذا جاءت السلطة الرابعة بعد هذه السلطة الثالثة وأطلقت على الصحافة لأن الصحافة تقوم بتوجيه العموم أو توجيه يعني وعي الناس وأفكارهم تجاه قضية معينة بشكل معين. هناك قضايا أخرى يمكن أن يكون فيها يعني تكون فيها الجماهير ذات كلمة قوية عن طريق الاحتجاج، عن طريق يعني الوقوف ضد قانون معين ويمكن إلغاؤه أو تغيير بنوده. واضح؟ إذن الخطاب الصحفي والصحافة أو السلطة الرابعة لها دور كبير في توعية وتوجيه الأمة عن طريق الإقناع والاستمالة. إذن دائما الصحافة تسعى إلى الإقناع والاستمالة في المتلقي.
الصحفي هو الذي ينقل الخبر أو الخطاب الصحفي وفق تقنيات وشروط يمكن إيجازها فيما يلي. فما سنذكره بعد قليل يدخل ضمن تقنيات الخطاب الصحفي أيضا شروط الخطاب الصحفي. إذا كان لديكم أي تدخل يمكن أن نناقشه بخصوص هذه المعطيات الآن. إذا قلنا بأنه خطاب حجاجي يسعى لجذب المخاطب ووضعه في قلب الحدث، نقصد بذلك أن الخطاب الصحفي لا يقوم فقط بمهمة الإخبار أو وظيفة الإخبار، بل أنه يتجاوز الإخبار إلى مهمة أخرى وهي ماذا؟ الإقناع. ولكي يكون مقنعا لابد من أن يدعم الصحفي نصه الصحفي بمجموعة من الأدلة والبراهين. كذلك من الخصائص التي يعتمد عليها الخطاب الصحفي أو من تقنياته الاعتماد على الإطارة الشكلية، الشكل الهندسي في الخطاب الصحفي كيف يكون. هناك إطارة على شكل العنوان مثلا من حيث حجمه ولونه ومساحته والصفحة التي ورد فيها النص الصحفي، والعنوان يكون بخط بارز واضح. إذن هنا أولا يعتمد على الإطارة الشكلية، وهذه نقطة مشتركة بين الخطاب الصحفي والخطاب الإشهاري. نعم، وش عاود هذه الفكرة تاع الاشتراك بين الخطاب الإشهاري والخطاب الصحفي؟ النقطة المشتركة بين الخطاب الصحفي والخطاب الإشهاري تتمثل في الإطارة الشكلية، الشكل. إذا تذكرتم معي حين تحدثنا عن الخطاب الإشهاري تحدثنا عن شكل الإشهار، بمعنى أنه من حيث الشكل تكون فيه إثارة قوية، حيث يعتمد على الألوان، على حجم الخط، إذا كان مرئي سمعيا مرئيا في مثلا الإنترنت أو في التلفزيون مثلا وفي التلفاز، فيدعمونه أيضا بموسيقى وإيقاعات وأضواء إلى غير ذلك، فتكون دائما هناك إطارة شكلية. واضح؟ فهذا هو العنصر المشترك بين الخطاب الصحفي والخطاب الإشهاري، اعتماد الألوان، اعتماد عناوين بارزة إلى غير ذلك. واضحة الفكرة؟ نعم. طيب، بالإضافة إلى ما سبق، الخطاب الصحفي لكي يدعم مصداقيته ويبني الثقة بينه وبين المتلقي أو القارئ يعرض المصادر الرسمية التي استقى منها الخبر، وهذه المصادر قد تكون رسمية أو غير رسمية. المصادر الرسمية مثلا الحكومة، الجريدة الرسمية، البرلمان، رؤساء الأحزاب إلى غير ذلك، أو يمكن أن تكون غير رسمية، يمكن أن تكون لعموم الجماهير التي يعني تعطي رأيها في قضية معينة، أطباء مثلا، جمعيات المجتمع المدني إلى غير ذلك. وهو يسعى من خلال هذه المصادر إلى كسب الثقة بينه وبين المتلقي وإضفاء المصداقية على الخبر، و أثناء كتابته للخبر يكتبه دائما بصيغة الغائب. لماذا يعتمد الصحفي على صيغة الغائب؟ نعم، لأنه يوظف لغة تقريرية تميل إلى الإخبار فقط من دون أن يدخل رأيه الشخصي أو صحيح، يبتعد عن الذاتية ويلتزم بالحيادية. نعم استاذ، ضمير الغائب يدل على الحياد والموضوعية في نقل أفكار الناس. صحيح، أفكار أو نقل محتويات الخطاب الصحفي أو مجريات أحداث مثلا الندوة أو المؤتمر أو غير ذلك. نعم صحيح. كذلك
يتم عرض الخبر والمعلومة الجديدة وفق تنظيم منسق يجذب القارئ. يعني حتى طريقة تقديم الخطاب تكون طريقة منسقة يعني منظمة لكي تثير انتباه القارئ وتساعده على الاستمرار في القراءة من خلال البدء بالأهم ثم الأقل أهمية فالأقل. وكأنه هنا يقول لنا على أن الخطاب الصحفي كذلك يعتمد على منهج، المنهج الاستنباطي الذي ينتقل مما هو عام إلى ما هو خاص، واضح؟ ما يضمن تسلسل الأفكار ومرورها بيسر نحو القارئ، إذن لتحقيق الغاية وهي الإقناع. إذن غاية الخطاب هي إقناع الناس، مما يجبر الكاتب على الابتعاد عن الأساليب الإنشائية. ولاحظوا أننا قلنا الابتعاد عن الأساليب الإنشائية وليس يعني إلغاء، لأن سنجد أن هناك مثلا أسلوب الاستفهام يحضر بشكل طفيف في بعض النصوص الصحفية. استخدام لغة تقريرية مباشرة. ما معنى لغة تقريرية مباشرة؟ أن اللغة تكون أقرب ما يكون للغة العلمية، بمعنى يقوم بوصف المعطيات ونقلها كما هي دون زيادة أو نقصان. وطريقة عرض هذه المعطيات بشكل تقريري من خلال اعتماد لغة يعني تكون بسيطة وواضحة، صحيح، تكون وسطا بين الدارجة العامية وبين اللغة الأدبية، واضح، فتكون يعني سهلة الفهم، مصطلحاتها بسيطة، كلماتها ومفرداتها يعني أقرب ما يكون لذهن الإنسان الذي لم يتابع دراسات عليا أو غير ذلك، ليس متخصص، فبالتالي يمكن للخطاب الصحفي أن يفهمه أي إنسان يستطيع القراءة، يمكنه أن يفهم الخطاب الصحفي ويكون مبتعداً عن الصور البلاغية، أي عن المجازات والاستعارات والتشبيهات، لأن هذه المجازات والاستعارات والتشبيهات قد تجعل المتلقي يقف عاجزاً أمام فهم المحتوى. إذن كذلك صياغة الخبر بأسلوب حجاجي، اعتماد أساليب الإقناع والبرهنة إضافة إلى الحجج المتنوعة حسب مقتضى الحال. فكل خطاب أو الخطاب الصحفي يتناول قضايا متنوعة، بين قضايا الاجتماعية، القضايا السياسية، القضايا الاقتصادية إلى غير ذلك، قضايا أدبية إلى غير ذلك. فكل نص يستحضر أساليب إقناع تتماشى مع الموضوع الذي يتناوله. تضمين الخطاب للدلائل والبراهين التي تقنع المخاطب بالفكر، بمعنى حتى نوع الحجج التي يأتي بها الصحفي يجب أن تكون حججا تخاطب فكر القارئ ولا تمر مرور الكرام، واضح؟ فبالتالي المتلقي يكون عنصرا حاضرا يفكر، يستخدم عقله ويتدبر في الخبر، لا أن يتلقاه بطريقة سلبية فقط. استخدام الأساليب اللغوية في الكتابة، مثلا التوكيد، النفي، الاستدراك والاستفهام كما قلت قبل قليل. كذلك استخدام لغة الأرقام. لغة الأرقام تدعم نقطة سابقة وهي المصداقية وبناء الثقة بين الصحفي والمتلقي، واضح؟ ثم الأمور الواجبة على الصحفي مراعاة الشروط الأخلاقية والمهنية التي تفرض على الكاتب الصحفي التحلي بالأمانة والدقة والمسؤولية في عرض الخبر. إذن ما هي الشروط الأخلاقية والمهنية؟ هي الأمانة والدقة والمسؤولية في عرض الخبر. أولا الأمانة، أن ينقل الخبر كما هو دون أن يضيف إليه ودون أن ينتقص منه. الدقة كذلك، الدقة بمعنى ألا يغفل نقطة معينة
ويعطي أهمية لنقطة دون أخرى، المسؤولية في عرض الخبر. المسؤولية هنا تتعلق بالمحتوى من حيث أسماء الشخصيات وأسماء المؤسسات التي يستحضرها في هذا الخبر. الإكثار من استخدام الجمل الخبرية في الخطاب وتجنب الجمل الإنشائية. لاحظوا أننا قلنا الإكثار من الجمل الخبرية وتجنب الجمل الإنشائية، يعني تجنبها ليس إلغاءها بشكل تام، وإنما أن يبتعد عنها قدر المستطاع، لأن الخبر، لأن الخطاب الصحفي يعتمد بالدرجة الأولى على الأخبار، على الوقائع. مراعاة تنسيق الجمل والعبارات وصياغتها بشكل صحيح وسلس، بمعنى على الصحفي أن يكون واعياً بقواعد اللغة، أن يكون واعياً بالأساليب، أن يستطيع صياغة الأفكار بطريقة صحيحة لكي تصل إلى ذهن المتلقي. تقسيم الخطاب إلى فقرات، والهدف منه أن يريح نظر القارئ وأن لا يشعر القارئ مع أثناء قراءة الخطاب بثقل الخطاب وزخامة الموضوع، وبالتالي لكي يساعده على الاستمرار في متابعة القراءة. إلى حدود الساعة كل شيء واضح. إذا كان لديكم أي استفسار قبل المرور إلى الوظائف. عفواً. ينطلق هذا الدرس منذ تعريف هذا الخطاب الصحفي، ثم بعد ذلك مجموعة الخصائص التي تميز بها. ينطلق من التعريف مفهوم الخطاب ثم الخصائص. نحن الآن في النقطة الثانية سنمر إلى النقطة الثالثة. شكراً. هل هناك أي استفسار، أي مداخلة، أو نمر مباشرة إلى الوظائف؟ نمر. طيب، إذن الآن ننتقل إلى وظائف الخطاب الصحفي. يهدف الخطاب الصحفي إلى تحقيق وتأدية العديد من المهام والوظائف، تتمثل في وظيفة التعرف والاكتشاف من خلال نشر المعرفة بين الناس وتشجيع استكشاف ما هو جديد في العالم من حولنا. وظيفة الإقناع والتأثير من خلال التأثير على المستمع أو المتلقي بمحتوى الخطاب ونقله له بأفضل صورة. وظيفة تمثيل الروابط الاجتماعية من خلال العمل على زيادة الوعي والتكافل والتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية. وظيفة السلطة المضادة، أو ما أطلقنا عليه بالسلطة الرابعة. يهدف الخطاب الصحفي إلى تأدية وظيفة جذب الرأي العام نحو قضية معينة. إذن هل لديكم أي تساؤل حول وظيفة التعرف والاكتشاف؟ كيف تتحقق هذه الوظيفة؟ بالإضافة إلى ما ذكرناه، نشر المعرفة بين الناس وتشجيع استكشاف ما هو جديد. الإقناع والتأثير كذلك أعتقد أنها ستكون واضحة، لأن الهدف الأساسي من الخطاب الصحفي هو الإقناع والتأثير في المخاطب وجذبه نحو الاقتناع بفكرة معينة. وظيفة تمتين الروابط الاجتماعية من خلال العمل على زيادة الوعي والتكافل والتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية. مثلا أحيانا تصادفنا أخبار عن مناطق معينة تعرضت لكوارث طبيعية، وبالتالي ستمد لهم يد المساعدة عن طريق جمعيات
علمت بهذا الخبر عن طريق وسائل الإعلام. فإذا وسائل الإعلام والصحافة عموما هي التي تتيح لنا تمتين الروابط الاجتماعية بين المناطق السليمة والتي لم تتعرض للأذى ودعمها ومساندتها للمناطق التي تعرضت لي يعني كوارث طبيعية، فيضانات أو هزات أرضية أو غير ذلك. وظيفة تمثيل السلطة الرابعة أو السلطة المضادة شرحناها سابقا، أي أن الصحافة تهدف إلى جذب الرأي العام نحو قضية معينة وتوجيهه نحو اتخاذ قرارات معينة.